استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة للاتحاد الدولي الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر كيت فوربس، التي بدأت أول جولة لها في الشرق الأوسط بعد توليها المنصب بزيارة لمصر. خلال هذا اللقاء ثمن رئيس الوزراء جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم. وشدد مدبولي على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والعمل الدؤوب الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري لتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة في هذا الصدد. وركزت مناقشات رئيس الوزراء مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على سبل تنسيق الجهود المشتركة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.